بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازيكم شباب الله يا رب كلكم تكونوا بافضل صحه بافضل حل. فيديو جديد وفيديو النهارده باذن الله هنشرح فيه ازاي تحل مشكله اللاج والتعليق في لعبه بابجي موبايل حابب بس اوريك فيديوهين كده فيديو قبل ما نطبق الطريقه وفيديو بعد ما نطبق الطريقه وبعدين ارجع لكم مره تانية. انتم شايفين كده الفيديوهات ظاهره قدامكم اول فيديو مفيش سلاسه خالص اللعبه تحس ان هي بتقطع معاك طبعا دوت يكون ممكن يكون اوحش من كده بكتير كمان اللي بيحصل عندك تحس اللعبه يعني بيمشي بس نحط رجله على اليمين في ثانيه تلاقيها طلعت قدام يعني لا فيها حبه تعليق في اللعبه انتم شايفين لو نزلت الاشعار اللي فوق ده هتلاقي الفريمات مكتوبه 20 او 19 ما بتزيدش الفريمات اللي هي ايه افهمك الفريمات ليه؟ الفريمات اللي هي عدد الصور اللي بتظهر في الثانية الواحدة، يعني الفيديو اللي أنت بتتفرج عليه مثلا بيظهر لك ما هو عبارة عن مجموعة صور محطوطة جنب بعض، فدي اسمها فريمات، كل ما الفريمات دي عليت كل ما كانت عينك بترتاح أكتر وأنت بتلعب أو بتتفرج على الفيديو. فأنتو شايفين الفريمات 19 و20 ما بتزيدش عن كده، نيجي الفيديو اللي بعده زي ما انتم شايفين. في سلاسة أكتر، في نعومة أكتر، عينك مرتاحة للفيديو أكتر. لو جينا ننزل الشريط بتاع الفريمات زي ما انتم شايفين كده الفريمات يعني 40 و60 و.. وحاجه و50 هي ثابته عند الموضوع دوت فباذن الله النهارده هنشرح ازاي تطبق الطريقه دي وازاي تعمل كده وتعلي مستوى الفريمات عندك خليك معايا ويلا بينا جدا. اول حاجه هتعملها تخش على رابط لاسوك في وصف الفيديو وقبل ما نخش على الرابط وقبل ما نحمل التطبيق اللي هو المهم اللي هيعمل لنا الموضوع دوت انا حابب اقول لك حاجه عندك اللعبه لما تيجي تشتغل تاخد من الرامات فالمفروض الرامات تكون عندك مش مستهلكه خالص اللي هي تستهلكها كلها فانت ازاي تخلي الم... تخلي الموضوع ده ينفع ان انت مثلا لو دخلت على تطبيق كده وخرجت منه تاني تقوم ماسح التطبيق من هنا وتمسح التطبيق ده من هنا وتمسح كل التطبيقات اللي انت داخل عليها بالمنطقة دي لان التطبيقات دي اسمها تطبيقات بتشتغل في الخلفيه فبتاخد من الرامات بتاعتك فانت مفه... فانت لازم اول ما تخش على اي تطبيق تخرج تمسحها على طول تمام أول حاجة تخش على التسويق في وصف الفيديو تخش على جوجل كورونا تفتح الروبوت بنفس الشكل اللي انت شايفه دوت تيجي تدوس على كلمة أنا لست برنامج روبوت بعد كده تدوس على كليك هير تو كونتينيو صفحة منبثقة ترجع الصفحة اللي احنا كنا فيها لو فتح معاك صفحة منبثقة لازم تخرج منها على طول عشان ما يدخلكش فيها في إعلانات وكلام بالدوت شايفين دي الصفحه الاساسيه اللي هي دبليو يا تيك والكلام دوت طيب هو دبليو يا تيك لو فتح معاك صفحه متبسطه زي ديت اقفلها على طول يا فندم خليك في الصفحه اللي شايفها دي استنى 20 ثانيه زي ما شايفين خلاص قرب بقى خلاص بقى صفر ثانيه اهو تدوس على كلمه جيت لينك الموجوده تحت هنا انتوا شايفين بعتك للبرنامج من على جوجل بلاي طيب اول حاجه تثبت البرنامج حجم البرنامج مش تقيل قوي ولا حاجه يعني هي معاك على طول قوم خارج كده صاحبي او تفتح البرنامج من هنا تقفل بس التطبيقات اللي احنا فاتحينها تقفل طب بتفتح البرنامج وهنا تدوس على كلمه فتح بعد كده هتسيب كل الاعدادات ديت زي ما هي ما تلعبش فيها خالص كل الاعدادات زي ما هي هتيجي على كلمه اف بي اس تضغط عليها وتخليها 60 ممكن تكون عندك موجوده 30 هتخليها 60 اف بي اس يعني 60 فريم في الثانيه ولو انت لاحظت ان مثلا في لغواشة بعض الشيء بس انت ممكن ما تلاحظهاش لو لاحظت في لغوشه بعض الشيء تيجي عند كلمه resolution موجودة هنا ريزوليوشن تضغط على الكلمه ديت وتخليها هاي خليها ايه هتخليها هاي فاذا كانت لو هتخليها هاي بس انت لو حسيت ان هي مدغمشه اللي عندها معاك بس تخليها على كلمه هاي طيب هدوس على كلمه ابلاي هجيب لك اعلان بالاعلان هنا تمام دوس على كلمه ران جيم وبعد كده افتح لك اللعبه بس لحد ما اللعبه تفتح وبعدين ارجع لكم طيب زي ما انتم شايفين اللعبه فتحت معانا بالشكل اللي انتم شايفينه ده تيجي على الاعدادات اللي عندك تظبط حاجه بس في الاعدادات دوس على الاعدادات زي ما انت شايف وبعد كده على الرسومات هتيجي على سلسه تخليها سلسه على طول وهتدوس على كلمه قويه تمام يعني انت هتخلي اللي فوق سلسه وتخلي الفريمات على معدل الاطارات اللي هي ديت هتخليها قويه وفضلت تخليها ملون بيبقى افضل يعني انا بفضلها ملون فانت تخلي دي سلسه وتخلي دي قويه تدوس على كلمه موافق موافق يا باشا بعد كده بقى ايه نجرب إيه اوريكم الفريمات بقت سلسه ازاي وبقت عدله ازاي على الاول وزادت ازاي كمان الماتش في لعبة فتحت معانا بالشكل اللي إن انتم شايفينه ده كلنا كده باللعب تحس ان في سلاسه اكتر في فريمات اكتر موجوده في اللعبه هوريكم ده دلوقتي زي ما شايفين تحس يعني اكيد في فرق شاسع بين الفيديو الاولاني والفيديو التاني اكيد انا متاكد يعني باينه خالص ان في فرق بين الفيديوهين جامد جدا ولو جيت تبص على الفريمات عندك زي الفريمات شايفين 50 فريم وتمام عشان انا بسجل 57 فريم 56 فريم عشان انا بسجل كمان فالموضوع واخد حبه رابات كده من عندي فانت لو لما انا اقفل التسجيل بتوصل ل 60 فريم وخليها ثابته على كده دي طريقه اللي انا شخصيا استخدمتها ورفعت معايا ورفعت لي عدد الفريمات جدا اتمنى يكون الفيديو عجبكم واتمنى ما تكونش ما تبخلش علينا باللايك والاشتراك في القناه واتمنى لو انت يعني محتاج حاجه ده في الكومنتات وبرده اتمنى ان انا بسطت الشرح اكبر ما يمكن والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته